يا أخي بطل بقى تنبهر بالغرب. أعتقد الفترة دي أكتر فترة العالم كله شاهد على فشل الغرب فيها. والغريب يا أخي إن هم نفسهم اللي بيقولوا على نفسهم كده. وأنا هنا بكلمك على تنظيم ألمانيا لليورو وتنظيم أمريكا لكوبا، دولتين من أكتر دول العالم اللي الناس بتطبل لهم في النظام والدقة. تعال بقى أوريك الدولتين دول عملوا إيه خلال تنظيم اليورو وكوبا. عايز تبدأ بمين؟ قول لي كده. يلا أمريكا. ماشي. أمريكا يا صديقي اللي السنة الجاية هتستضيف كأس العالم بشكله الجديد بتواجد 32 فريق، بعدها بسنة كمان هتستضيف كأس العالم للمنتخبات برضو بشكله الجديد ب 48 منتخب. مش عارفة تنظم بطولة كوبا نص فرقها دخل البطولة بالصدفة. لك أن تتخيل أن نهائي كوبا كان المفروض يبدأ الساعة 3 وتأخر 80 دقيقة كاملة عشان يبدأ الساعة 4 وتلت. المشكلة مش في التأخير، المشكلة ان انا اللي كنت بغطي الماتش وكل شوية ربع ساعة في ربع ساعة وحاجة تتعب. وبهدلة يا صديقي اللي ينط من على السور واللي يدخل من التكييفات وحاجة تعر. بيلسا المجنون كان عنده حق، دي كارثة، دول مش دولة كرة قدم ولا يقدروا ينظموا كاس عالم اصلا. بيلسا ده مدرب اوروجواي واللي طلع بهدل الدنيا خالص، قال ان ملاعب التدريبات كانت كارثه وما ينفعش اطلاقا نلعب على ملاعب امريكان فوتبول. سكالوني مدرب الارجنتين كمان قال ان ملاعب التدريبات وحشه جدا ولا تصلح للعب اصلا. طب اكلمك بقى عن الكوارث اللي حصلت من المانيا في اليورو. ولا انت عارف المايه اللي كانت بتنزل على الجماهير في المدرجات وخناقاتهم اللي كانت في الشوارع. مش هكلمك بقى عن باريس وتنظيمها للاولمبياد عشان انت شايف وعارف. بص من الاخر عايز اقول لك